السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة تانية من حالات الألتراساوند اللي ممكن تقابلنا سواء في العيادة أو مبعوثة من الـ ER. Spontaneous Splenic Hematoma إن كان بقى مكانها بارينكيمال ولا سب كابسولار، وممكن تدخلنا بقى في الكاتيجوري الأشد منها اللي دورنا هيبقى فيها لايف سيفنج، Spontaneous Splenic Rupture. تعال نشوف العيان بتاعنا. elderly hepatic male جاي بي acute abdomen no fever no jaundice. طبعا حالات ال acute abdomen احنا لازم نسأل فين ال maximum site of pain and tenderness. كان على ال right side لازم نسأل على الاثنين دول، هل في fever معاه، هل في jaundice معاه، وابدأ افكر في hepatobiliary origin. diffuse خلاص نفكر بقى ان general better. طب لو left side، left side يبقى يا اما نفكر في الرينال، يا اما نفكر في الجاستريك، يا اما نفكر في السبلينك. بصراحه كان diffuse بس العيان ده elderly، elderly diffuse pain، لازم نفكر او لازم نستبعد الاول ان يكون في catastrophic complication زي ruptured aortic aneurysm لانه سن كبير. هيباتيك ممكن يكون لا قدر الله رابشرد هيباتوسيلر كارسينوما بورتال فين ثرومبوزس او بليدنج تندنسي، عامله بليدنج في اي مكان. ففي احتمالات كده معينه بنروح لها حسب العيان. المهم احنا عملنا الروتين اكزامينيشن بتاعنا العادي خالص اللي هو ابدومينال التراساوند لتسع مناطق، ليفر والبلادر سبلين، بعد كده كيدني يورين بلادر بلبس، بعد كده بي 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 بانكرياس باراورتيك ريتونيل. المهم واحنا بنبص على الليفت سايد ده منظر السكرين بتاعنا، افريج سايز، مفيش فاريسز، مفيش بس بصراحه عينيا جت على الحته دي كده مقلقه. المنظر ده شبه بيريسبلينيك كوليكشن او بيفرتيل ليفر. تعالى نشوف باللينير بروب. لازم بقى نستخدم ايه؟ يا اما نستخدم زوم بالكونفكس، يا اما نستخدم اللينير. استخدمنا اللينير وعملنا معاه فيرتشوال كونفكس او وايد فيو، فعلا في حاجه هنا ادد على السبلين. الاريا دي انا محتاج اعمل لها ايه؟ دوبلر بعديها. ديفويد اوف فاسكولاريتي، الفاسكولاريتي جايه واقفه عندها، وتحس كاني في هنا لاين اوف انترفيس ما بين الاثنين. اكشولي ده السبلين نفسه وده حوالين السبلين، يعني ممكن تكون بيريسبلينك او ممكن تكون الاوقع بقى سب كابسولار هيماتوما. ليه قلت عليه هيماتوما؟ عفوا لانها ديفويد اوف فاسكولاريتي مع الاكيوت ابدومين. بس عشان نقول برضه ديفويد اوف فاسكولاريتي خلي بالك لازم يكون لو سنسيتيف ميجرز، السرعه قليله والجين نزودها شويه اند. طب هي الايكوتكس شايفها سلايتلي هايبر ايكويك؟ لو كانت evident هايبر ايكويك كنت اقول عليها دي اكيوت وهايبر اكيوت، يعني حصلها من كام ساعه، لكن دي بقى لها كده شويه، ممكن بقى لها ساعات او بقى لها يوم وهكذا. طيب ايه المشكله بتاعتها؟ انت قلت خلاص دي كده شكلها سب كابسولار هيماتوم which is correct. spontaneous مفيش history of trauma، تقلق معانا؟ اه تقلق. طبعا بعض الزملاء راحوا انها ممكن تكون infarction لما حطيت الحاله على الفيس. انا معاكم ان السب كابسولار areas of devoid vascularity مع الاكيوت بين مع الاولد ايج ممكن اثيروسكلروس، ممكن تبقى امبوليك مع اليونج ايج، فعلا ممكن تكون انفاركشن، لكن الانفاركشن ليها منظر. تعال نخرجها من القصه. الانفاركشن غالبا غالبا هي فعلا كابسولار بيزد بس بتبقى تريانجولر، ما بتبقاش elongated. يعني هنا طب هنا ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده، نستخدم اللينير بروب ونشوف هل هي فوكال في الحته دي ولا ديفيوز ولا elongated. elongated غالبا هتبقى هيماتوما، لكن triangular in shape غالبا هتبقى infarction. الاثنين هيجوا بين، لكن ابو هيماتوما ده ممكن يجي بسيمتوم ثانيه drop of vital signs. ليه drop of vital signs؟ لان الهيماتوما دي ممكن ت enlarge silently، هي spontaneous، ممكن ما تبقاش subcapsular بس، ممكن تبقى parenchymal معاها، ممكن parenchymal و subcapsular، ممكن يبقى الاونلي كلو heterogeneity في السبلين، enlargement في السبلين، وفي نفس المكان في بين، يبقى نفكر في ايه؟ في هيماتوما. لو انت شاكك النكست انفستيجيشن على طول هتبقى ايه؟ طبعا يعني الكالر دوبلر عشان نستبعد ان فيها اي vascularity، تمام؟ ودي هنا مناظر مختلفه للفاكشنز.
ليه بقى او نيكست انفستيجيشن سي تي ويز اي بي؟ انت بتدور على ايه؟ انا بدور على مشكله كبيره في السبلين، انا بدور على اريا اوف بليدنج، اريا بالسي تي الاكيوت هيماتوما هتبقى هايبر دنس، هتلاقي الكرونيك هيماتوما حتت هايبو دنس، وسواء الهايبر او الهايبو كلها مش واخده كونتراست ستادي. العيان ده اللي اشوف فيه حته هيماتوما سواء حوالين السبلين او انترا سبلين او هيتروجينيتي للسبلين، مناظر مختلفه للهيماتوما، ممكن تلاقي جاست سبلينوميجلي هيتروجينس اريا سواء انترا بارينكيمال او سب كابسولر، كل ده without trauma يبقى ده spontaneous hemorrhage. ايه مشكلة spontaneous hemorrhage؟ انه هيكمل 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 تك السبلين رابشر. السبلين رابشر lethal condition fatal، وبالتالي الحالة دي اسمها ايه؟ هي حالتنا احنا subcapsular splenic hematoma spontaneous، لكن اللي بنخاف منه لو كملت بعد كده الايتروماتيك سبلينيك رابشر او سبونتينيوس سبلينيك رابشر. علاماتها بالسونار ممكن تلاقي جاست فري فلويد، العيان جاي لك يعني سنه بين او سنه اكيوت ابدومين، سنه دروب للفايتال ساينس، ممكن تلاقي سبلينوميجلي، تلاقي هيدروجينس تكشر، تلاقي بارينكيمال ابنورمالتي او سب كابسولار ابنورمالتي، واحده من حالات الديفرنشال بتاعه الاكيوت ابدومين، خصوصا لو عيان كاردياك عنده بليدنج تندسي، خصوصا لو عيان هيباتيك عنده بليدنج تندسي، خصوصا لو العيان اللي بعت بنكرياتايت سو ايروجن بقى للبنكرياتيك انزيمز اند بعض الهيماتولوجيكال تيومرز زي الليمفوما والليوكيميا ممكن تجيبها. فانتيك كير من الدياجنوزيس ده. In absence of trauma splenic hematoma alarming symptom whether كانت بارينكيمال او سب كابسولار، نعمل لها ايه؟ Very close observation السي بي سي والكوجوليشن بروفايل، لو لقينا دروب الفيتال ساينز ممكن الكلينيشن سيرجري على طول، لو العيان كالم وستيبل ممكن نعمله سي تي ويز اي بي. فنتيك كير ان السبونتينيوس سبلينيك هيماتوما ممكن تدخلنا في سبونتينيوس سبلينيك رابتشر. يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.